في بلدية الحصن بمحافظة إربد بيعاني بعض الأهالي من إقلاق الراحة العامة التي بتسببها مناشير الحجر ومعامل الطوب المنتشرة بين الأحياء السكنية. عرضنا هذا التقرير قبل حوالي 3 أشهر، أما حتى هذه اللحظة لا يوجد بالفعل تقدم في هذا الملف. نذكر في التقرير والقضية ونستمع إلى آراء المواطنين ومن ثم نعود. لا يرتاح سكان حي المراح وأم الغزلان في بلدة الحصن بمدينة إربد من هذا الصوت، فمعاناتهم مع مناشير الحجر ومعامل الطوب المنتشرة بين الأحياء السكنية مستمرة منذ سنوات وتسبب تلوثاً وضوضاء. نعاني ومنذ منذ فترة طويلة مشكلة المناشير الموجودة، أثرها البيئي علينا وعلى أطفالنا، إغلاق لبعض الشوارع الموجودة، وعندنا وادي هنا يشكل خطر وسيول خلال فترة الشتاء برضو. مخلفات هاي المناشير قاعدة تسكر بهذا الوادي وتمثل خطر علينا وعلى بيوتنا الموجودة على طرف هذا الوادي. في المناشير هاي عملت لنا مشاكل كثيرة وللبيئة إزعاج كبير، بعدين الشارع مكتظ بالسيارات وبالسكان ويربط بين شارع عمان وشارع شطنة والأغوار ودير أبو السيد، فيعني عامل إزعاج كثير ولازم أنه يلاقوا له حل، يلاقوا للمناشير حل لأنها معتدي كثير على الشارع. يطالب السكان هنا بلدية إربد الكبرى بتنظيم ترخيص المعامل داخل الأحياء السكنية. نحن نعاني من المناشير ومن الطمم ومن الأمراض من جراء المناشير، وطريق الوادي والشارع هذا صار كله ضغط عليه، شارع المية والمشاكل هون قائمة، الغبرة قائمة قاعدة، القلبات يعني من جميعه، وإحنا متضايقين رغم أنه قدمنا للبلدية وقدمنا البيئة وقدمنا وزارة البلديات وجبنا كتب بإغلاق المناشير ورحيلها، ولكن لنحية لم تنادي حقيقة. إحنا بالنسبة للمناشير ووجودها في هذه المنطقة على جوانب الشارع المراح أم الغزلان بتؤدي إلى ضرر بيئي كبير، بالإضافة إلى أنه في حركة سير ضخمة جدا على الشارع اللي هي بتودي إلى المناطق الغربية من خلال شارع المية، وبالتالي أنا بقول أنه حتى الشارع ضيق من خلال زحفهم على منطقة الشارع الرئيسي. آلية منح تراخيص للمستثمرين بهذا المجال غير واضحة، فيما يمتد تأثير المناشير والمعامل على الحالة الزراعية والبيئية، فهل يمكن نقلها لمنطقة بديلة تبعد عن المناطق المأهولة بالسكان؟ سنناقش هذا الموضوع مع مدير التراخيص والمهن في بلدية بني عبيد، لكن بالبداية ننتقل مباشرة إلى زميلنا زياد انصيرات. زياد انصيرات، نعيد فتح الملف بعدما عرضناه قبل حوالي 3 أشهر، ما الجديد على هذا الملف؟ مساء الخير رانيا، لا جديد على هذا الملف، الوضع لما هو عليه، ويعني الشكاوي هنا بازدياد والضوضاء هنا بازدياد والمشاكل البيئية أيضا هنا بازدياد، سنستمع إلى ذلك من المواطنين. تفضل أستاذ عبد الله. مساء الخير، رؤية كانت تابعت هذا الملف وعرضت هذا الموضوع على البرنامج، من هنا نبدأ، ووعد المسؤولون بإيجاد حل، إيش اللي تغير عنكم الآن؟ سيدي، بداية مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية اليوم بعيد الاستقلال، نهنئ قائد الوطن والوطن بهذه المناسبة وفريق رؤية اللي أتاحت لنا هذا المجال. سيدي، هذا الموضوع قديم جديد بالنسبة لموضوع اللي هن المناشير الحجر، فقبل فترة عملنا مقابلة مشان هذا الموضوع ولكن لم يتغير أي شيء من الواقع. وعدت البلدية على أساس أنه يتم ترحيل هذه المناشير من طريق عمان وباتجاه شارع شطنة، يعني كل المناشير الموجودة هنا على الطريق، لأنه حقيقة بتعمل نوع من أزمة بالمرور في الشتوية. لا تشوف قديش المعاناة اللي بيعانوها المواطنين وخاصة عند المناشير هذه، لأنه بسكر الوادي، بالإضافة أنه الغبرة والأمور أخرى قد تؤثر على السكان الموجودين هون. تم الوعد أنه فعلا يشيلوها، لكن وهذا كان قبل الفصل، لكن بعد الفصل ما أعرف شو اللي صار، ما صارش ولا تغير أي شيء، على أساس أنه يأخذوا على طريق شطنة موقع هناك أو مستملك، لكن هو مستملك حقيقة لبلدية إربد، ونأمل أنه هذا اللقاء أنه يأخذوا بعين الجد والاعتبار لحل هذه المشكلة. شكرا أستاذ
قاعدين نستمع على المهندس معين. تفضل المهندس معين. حضرتك مهندس ويعني احنا الان نسال مختصين بالموضوع، ايش رايك بهاي المناشير او 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 المعامل؟ يعني هو هناك في خلاف اذا هو منشار حجر ولا هو معمل ولا هو فقط معرض للبيع، ايش الواقع عندكم بالضبط؟ طبعا واقع المناشير هون بالحصن، احنا طبعا منطقه الحصن تم فصلنا، صار لواء بن عبيد والحصن صارت مركز اللواء. طبعا اللواء بن عبيد تابع له عده قرى او عده مدن حوالينا، ايدون ونعيمه وكتم وشطنه والصريح. فهذا موضوع طبعا انا بدي اعقب على كلام ابو علاء بيك، انه موضوع البلديه كانت موضوع المناشير كان اشتغل عليه المرحوم حسين بن هاني، كان رئيس بلديه اربد واشتغلوا عليه ناس كثير، بس هسه على مسار الفصل بلديه الحصن صار الموضوع انتهى صلاح، يعني بلديه اربد ما لها اي. احنا الان الواقع شو المشكله الرئيسيه الموجوده هون؟ مرير الواقع، يعني انت بتطلع هاي المنطقه السكنيه ومن اجمل مناطق الحصن، اذا بتطلع على تضاريسها الجبال او هذا كلها بيوت بحبوا الزراعه وبحبوا هذا. وجود المناشير من سنه 1982 تقريبا لغايه الان اثر على السكان، اثر على حتى على الناحيه الصحيه، يعني عندك مثلا كبار السن بيستنشقوا وقاعدين غبار وكله هذا بأثر على صحتهم، طلاب المدارس برضو بأثر على دراستهم، على لما يشغلوا الصواريخ كلها امور مزعجه. فاحنا بنفضل كون بلديه اربد لها اشترت حوالي قطعه ارض عملت فيه مدينه صناعيه وباجروا قطع اراضي على طريق شطنه، يعني المفروض يصير لجنه تجتمع من بلديه اربد وبلديه الحصن يلاقوا حل لنقل المناشير هاي خارج التنظيم. وبس مش المناشير، كمان في عندك مثلا محلات حداده ومحلات ميكانيك، محلات كلها زيوت وكلها، يعني المنطقه حلوه كثير والمنطقه ما بتستاهل تكون هيك بالطريقه اللي انت تفكر فيها. شكرا. نستمع ايضا للاستاذ محمود. استاذ تفضل، هنا حضرتك محامي واحد سكان هذه المنطقه. بدي اسالك من جانب قانوني، هل هذه المعامل مرخصه؟ هي على الاغلب غير مرخصه او هكذا نسمع. يعني احنا نسمع انه البعض بيرخص كمعرض لكن هو بيشتغل كمحجر وكمقص حجر. نعم هذا صحيح. اولا في هذه المناسبة اقدم التهنئة لسيدي صاحب الجلالة الملكة عبد الله المعظم على عيد الاستقلال، مناسبة عيد الاستقلال، واهنئ بلدية بني عبيد على فصلها من محافظة اربد وأصبحت الآن بلدية لوحدها. فنتأمل من البلدية الجديدة أن تقوم بجميع الأعمال التي تهم لواء بن عبيد. إيش المشكلة بتعانوها أنتم هون؟ إحنا نعاني هون من المناشير، أصوات مزعجة ليلا ونهارا، وثانيا الرياح تجلب معها الغبار وتؤثر على صحة الكبار والصغار، والشيء الثاني انتشار الكلاب الضالة في المنطقة. وجود بالنسبه للمحاجر ما في موعد محدد تسكر فيه تتحيل بيشتغلوا ساعات طويله؟ لا، يظلوا من الصباح للنص الليل وهم شغالين على هذا المنوال. نعم. ولذلك هذا كله اثر على سكان المنطقه كامله، خاصه المنطقه الجنوبيه منها، لانه حسب جريان الرياح. شكرا. يعني هذه معاناه المواطنين رانيا بهذه المنطقه، وكانوا مطالبات مستمره منذ سنوات بايجاد حل، يعني هذه أرزاق مواطنين أيضا لكن يريدون حل ويريدون تنظيم هذه المنطقة. نعم، ابقى معنا زميلي زياد. سننتقل مباشرة إلى مدير التراخيص والمهن في بلدية بني عبيد المهندس مالك البدور. يعطيك ألف عافية مهندس. يعني بداية نريد حلا، من الواضح بأنه هناك مشكلة يعني فيها طرفين يجب الموازنة بينهما. البداية هم المواطنين اللي ساكنين في هذه المنطقة، اللي مش بحاجة لأنهم يكونوا يعني عايشين في وسط مدينة صناعية، وعلى صعيد آخر هذه المحلات الموجودة منذ زمن فهناك أيضا أصحاب لها. أين من الممكن أن نتجه في هذا الحل؟ أول شيء الله يعطيك العافية وكل عام والوطن بخير وسيدنا بخير بمناسبة الاستقلال. زي ما سمعتي وسمعنا من المواطنين الكرام، المناشير الحجر هاي موجودة من سنة 80 و 99% منهم مرخصين مناشير حجر ومعامل بلوك. احنا مع بداية الفصل اللي صار عن بلدية اربد، هو وكان المشكلة موجودة ايام بلدية اربد،
وكانت الشكاوي موجودة أيام بلدية إربد. فمع الفصل إحنا أول من أول يوم دومنا في بلدية بني عبيد عطوفت المهندس جمال أبو عبيد شكل لجنة كنت أنا رأسها من أجل تنظيم تراخيصهم للمعامل الحجر اللي مرخصين وهم ضمن الأنظمة والقوانين حاصلين على رخصة. إحنا اشترطنا عليهم الشروط العامة اللي بتحطها وزارة البيئة أخذناها منهم وأجبرناهم على أنهم يعملوا أسوار من جميع الجهات وخففوا من حدة الضوضاء ويلتزموا بأوقات الدوام لغاية الساعة 6 المساء. ومعظم اللي رخصوا أخذوا هذه الشروط ووقعوا عليها. بظل عندنا قسم منهم ما رخصوا لأنهم غير مستوفين كل الشروط. إحنا حالياً ما بنقدر نعمل معهم أي إشكالية أو أي إجراء قانوني إلا في نهاية 30/6 اللي هو الموعد المحدد من قبل رئاسة الوزراء لتمديد رخص المهن. نعم. بعد هيك إحنا بنوجه لهم الإنذارات وبنعمل على إغلاقهم اللي غير ملتزم. حالياً بالنسبة للمنطقة الحرفية اللي حكوا عنها الشباب هي موضع خلاف بين بلدية إربد وبلدية بني عبيد. ما بنقدر إحنا نتصرف فيها كبلدية بني عبيد وإحنا حابين إنها ننهيها عشان بدنا ننقل عليها المعامل وبدنا ننقل عليها أكثر من الحرف الثانية اللي بتسبب إزعاج. فبنستنى لحد ما تنتهي هالمعضلة بين بلديتنا ونأخذ الأرض إما نستملكها إحنا وتصير باسمنا لأن لغاية الآن باسم بلدية إربد الكبرى من أجل اعتمادها كمنطقة حرفية لبلدية بني عبيد الجديد. نعم، كل الشكر لك مهندس مالك البدور مدير التراخيص والمهن في بلدية بني عبيد. ننتقل مباشرة إلى الدكتور أحمد عبيدات مسؤول الإعلام في وزارة البيئة. دكتور أحمد يعطيك ألف عافية. يعني كما سمعنا من المهندس مالك بأنه ضمن خطوات حل هذه المشكلة تم الاتفاق مع أصحاب المحلات المرخصة بالالتزام بأنظمة وزارة البيئة لحماية السكان وأيضا لحماية عملهم. هل تعتقد بأنه في هذه الحالة هذه الأنظمة هي عادلة بالنسبة لسكان المنطقة؟ أشكر زميلي رانيا على هذه الاستضافة. أيضا حقيقة يعني من خلال التقرير ومن خلال استضافاتك للمعنيين بهذا الشأن وعلى رأس مدير التراخيص لبلدية بني عبيد باعتقادي الصورة واضحة جدا. هناك طرفين بالتأكيد، الطرف الأول هو جهة تنفيذية والطرف الآخر هو جهة رقابية. نحن كوزارة جهة رقابية بالتأكيد. موضوع التراخيص وكان السؤال باعتقادي سواء كان بالتقرير أو من خلال حضرتك أنه هل هذه المناشير والمعامل مرخصة أم لا؟ هذه مرخصة بالتأكيد من قبل البلدية أو بلدية الإربد سابقا من سنة 2020 وما قبل. أما من 20 ولحد هذا التاريخ فوزارة البيئة لم تعطي أي ترخيص لأي منشأة من هذا الشكل، وإنما إعطاءها التراخيص كان بموجب دراسة أثر بيئي وهي يجب أن تكون خارج التنظيم. هذه المناشير الموجودة حاليا هي داخل التنظيم للأسف، وهو ما يشكل عبء كبير سواء كان على بلدية بني عبيد أو على وزارة البيئة حتى على الداخلية من خلال حكام الإداريين الموجودين هناك سواء كان محافظة إربد أو متصرف لواء بني عبيد. الأمر الذي يتعلق بوزارة البيئة نحن على قدم وساق، ومنذ التقرير السابق زميلة راني أنت أشرت إلى أنه لم يصدر لحد هذا التاريخ حل جذري وشافي لحل المشكلة التي يعاني منها أبناء وأخواننا بالحصن. لذلك دور وزارة البيئة ومن خلال كوادرنا بمديرية حماية البيئة لمحافظة إربد على قدم وساق جولاتنا الرقابية دائما وابدا الى تلك المناطق. وايضا يعني خلينا نكون واقعيون ايضا بان هناك فعلا شكاوى من المواطن ترد الى مديريه بيئه إربد، وعلى الفور كوادرنا تتجه الى تلك المنطقه. الاجراءات البيئيه او الاشتراطات البيئيه التي وضعتها وزاره البيئه اكثر يعني من اشتراط، لذلك كان لابد من متابعه هذه الاشتراطات. واشار زميلنا ببلديه بني عبيد الى التنسيق المشترك ما بين وزارة البيئة والبلدية وأيضا الداخلية بأن لابد من الالتزام بهذه الاشتراطات. الاشتراطات هي أكثر من اشتراطات، كان من الواجب على كل منشأة بتلك المنطقة أن تلتزم بأولا بناء سور لا يعني لا يقل عن المترين هذا السور، اثنين عدد ساعات العمل أو أن يكون وفق قانون العمل المعمول به بالدولة الأردنية
لكي يكون هناك أي إبعاد إلى سكان تلك المنطقة. التعامل مع الأغبرة والرمال الموجودة أيضا بهذه المعامل يجب أن يكون دائما وأبدا وفق الاشتراطات، وهو أن يكون يتبع أساليب الرش ضمن طبعا أدوات علمية وحديثة، بالإضافة إلى وضع أغطية على تلك الرمال. هناك موضوع آخر وهو موضوع الكمقة أو مياه الكمقة. هذه المياه أيضا وزارة البيئة تهتم بهذا الشأن وهي متابعة عن كثب، ودائما تحرير المخالفات، والجميع يعلم من خلال الزملاء المستضافين بأن هناك أيضا الحاكم الإداري له جهة أيضا رقابية وتنفيذية بالتعامل مع المخالفين لهذه الاشتراطات البيئية، يحول إلى الحاكم الإداري الذي بموجبه أيضا يتم هناك توقيع على يعني سند مالي في حال تكرار هذه المخالفة، وأيضا إلى عملية الإخلاء. أما ما يتعلق بعملية الترحيل فأنا باعتقادي هذه من مهام يعني بلدية بني عبيد، ونأمل بأنه إن شاء الله بالقريب العاجل أن يكون هناك ترحيل لهذه المنشآت التي أيضا نحترم القائمين عليها، هي منشآت تنموية وطنية بامتياز. نعم، الدكتور أحمد عبيدات مسؤول الإعلام في وزارة البيئة، شكرا جزيلا لك.